السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصف الأول الإعدادي 2025 ترم أول، اللي جعت لكم بفيديو جديد في كتاب الجيم. هنعمل إيه النهاردة؟ هنحل التدريبات اللي موجودة على يونت 1 الوحدة الأولى يا ولاد، اللي بعنوان A Great Summer يعني صيف رائع. صفحة كام في الجيم يا مس؟ بيدج 49، صفحة 49. ده يا ولاد General Exercise على الوحدة الأولى. سنة أولى، اللي لسه مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حالا، وفعل زر الجرس يا ولاد عشان يوصله كل جديد. حط لايك عشان ده يدعمنا جدا، كمان يشارك الفيديو مع أصدقائه عشان هم كمان يستفيدوا. هسيب لك تحت كده في الوصف قائمة تشغيل الصف الأول الإعدادي 2025 ترم أول، فيها جميع الدروس بتاعت الوحدة الأولى مشروحة ومحلولة. بعمل مثلا فيديو للشرح وفيديو للحل، هتلاقي كله في قائمة التشغيل. هسيب لك كمان لينك كده ازاي تكتب ايميل، ولينك ازاي تكتب باراجراف، مهمين جدا وهيفيدوك كتير. هسيب لك كمان صفحة الفيسبوك، لو محتاج اي استفسار تقدر تراسلني من خلالها. نبدأ على طول كده ونشوف الامتحان ده. اول سؤال فيه ايه؟ السؤال الاولاني فيه listening، نص استماع. بيقول لي listen، استمع، and choose، واختار the correct answer، الاجابة الصحيحة from A, B, C or D. تعال نبدأ على طول كده عشان ما نضيعش وقتنا يا سنة أولى، ونقرأ نص الاستماع. وإحنا بنقرأ نص الاستماع نبدأ نحل. هانا جودا is a famous table tennis player. هي لاعبة إيه يا ولاد؟ لاعبة تنس مشهورة. يبقى what sport does هانا play؟ إيه هي الرياضة اللي هانا بتلعبها؟ table tennis، اللي هي إيه؟ تنس الطاولة. طيب بعد كده كملنا وقلنا إيه؟ she was born، هي اتولدت on 12 ديسمبر 2007، يعني في 12 ديسمبر 2007. وين واز هانا بورن؟ اتولدت فين؟ هنقول طبعا ان 2007، اللي هي دي. طيب نكمل برضو ونقول she started playing، هي بدأت تلعب تيبل تنس، تنس الطاولة، at the age of 4، في عمر الاربعة. يبقى how old، كم العمر اللي كانت بتلعب فيه لما بدأت الرياضة؟ 4، اللي هو ايه ولاد؟ 4 سنين. اخر حاجة خالص she plays، هي لعبت فور الاهلي، سبورت كلاب، النادي الاهلي. يبقى لعبت لمين؟ للنادي الاهلي، مش النوادي التانية. تاني حاجة معايا يا سنة اولى، السؤال التاني عبارة عن language functions، عبارة عن complete the following dialogue، اكمل الديالوج الاتي. هاني بيكلم مين؟ هاني and احمد are talking about their summer holiday، بيتكلموا عن الاجازة الصيفية. فهاني بيكلم احمد وبيقول له ايه؟ بيقول له Did you have a good summer holiday؟ هل انت قضيت اجازة صيفية رائعة؟ هيرد عليه ويقول له ايه؟ هيجاوب بيس ولا نو؟ هيقول له yes I did، نعم ايه، انا قضيت اجازة صيفية رائعة. سأله سؤال، اما يقول له I went to my uncle's farm، انا ذهبت لمزرعة عمي. What about you؟ ايه هو السؤال؟ عشان كده قال له انا ذهبت لمزرعة عمي، وسأله اين ذهبت؟ يبقى where did you go؟ طبعا where did you go، اين ذهبت؟ قال له انا ذهبت لمزرعه عمي. what about you، ماذا عنك؟ ممكن يقول له ايه يا اولاد؟ هو ساله سؤال بعدها احمد، what did you do in her garden، بتعمل ايه في الغردقه؟ يبقى هو قال له I went، انا ذهبت، in a او to a her garden، انا ذهبت للغردقه. امال what did you do in her garden، بتعمل ايه في الغردقه؟ ها هيرد عليه مثلا ويقول له I swam، انا عمت، in the sea، انا عمت في البحر. رد عليه وساله سؤال يا اولاد، امال yes I rode، انا ركبت I bike، الدراجة، ها with my brother. يبقى هو سأله وقال له ايه؟ did you ride a bike there، هل انت ركبت دراجة هناك؟ يبقى هل انت ركبت دراجة هناك؟ عمل له yes I rode a bike، انا ركبت دراجة with my brother، مع اخوي. عمل له that's great، هذا ايه؟ هذا عظيم. صفحة 50 يا ولاد في كتاب الجم عندي reading، هنقرأ بقى القطعة اللي قدامك دي. تعال نقرأها كده مع بعض بالراحة ونشوف هي بتقول ايه. Read the following، اقرأ الآتي، then answer the questions، وبعد كده جاوب على الأسئلة. Last summer، الأجازة اللي فاتت، ماريا وينت، ذهبت on a vacation، راحت طبعا يا ولد في الأجازة to the beach، للشاطئ، with her family، مع عائلتها. They stayed، هي ظلت، in a small house، يعني راحوا في بيت صغير، near the sea، بالقرب من البحر. Every morning، كل صباح، Maria and her brother، وأخوها، played in the sand، بيلعبوا في الرمال، and swam in the water، وبيعوموا في المية. they built a big sand castles، وبيبنوا ايه يا ولاد؟ قلعة او قلاع كبيرة، ها، and collected colorful shells، وبيجمعوا ايه؟ بيجمعوا اللي هي يا ولاد الايه، الحلزون، اللي هو القواقع.
In the afternoon بعد الظهيرة they enjoyed هما بيستمتعوا بالآيس كريم and fresh fruit والفاكهة الطازجة. One day they went on a boat هما ذهبوا boat trip يعني رحلة بالقارب ها and saw dolphins وشافوا الدلافين. Maria was very excited متحمسة and took many pictures وخدت الكثير من الصور. In the evenings في المساء they walked along the beach مشوا على الشاطئ اتمشوا عليه and watched the sunset وشافوا الغروب. Maria loved her summer vacation حبت الأجازة الصيفية بتاعتها because she had a lot of fun لأن فيها كثير من المتعة and spent time with her family وقضت وقت مع عائلتها. She hopes هي بتتمنى to go back to the beach next summer إن هي ترجع للشاطئ الصيف القادم. أول سؤال يا ولاد بيقول لك هنا إيه؟ What is the main idea؟ الفكرة الرئيسية أهو of the passage من القطعة. الفكرة الرئيسية من القطعة إن دي ماريا summer vacation الرحلة أو الأجازة الصيفية بتاعت ماريا. تعالوا نكتب ده طبعا يا ولاد إجابة أول سؤال. السؤال رقم اتنين يا سنة أولى ها يبقى where would you like to ودي إنك تروح فين next summer الأجازة اللي جاية why لماذا؟ أنا كتبت الإجابة هرجادة اللي هي الغردقة to swim in the sea عشان إيه لماذا؟ عشان أروح أعوم فين في البحر يا ولاد. السؤال اللي بعد كده يا سنة أولى Why did Maria love her summer vacation? ليه بتحب الأجازة الصيفية بتاعتها؟ تعال أقول لك ليه. Because she had a lot of fun لأن فيها كثير من المتعة and spent time وتقضي وقت with her family مع عائلتها. دي إجابة السؤال رقم 3 سنة أولى نكتبه هنا. هنا بقول لك ماريا and her family ماريا وعائلتها stayed in a نقط هما مكثوا فين during their vacation أثناء الإيه؟ الأجازة الصيفية. هنقول ان هما مكثوا في هوتيل في فندق في تنت في خيمه ولا سمول هاوس بيت صغير ولا ابارتمنت شقه طبعا في بيت صغير. ماريا سو نقط اون ذا بوت تريب شافت ايه؟ شافت الدولفينز. ذا اندرلاين الكلمه اللي تحتها خط برناون زي الضمير زي ريفيرز تو بيشير لايه يا ولاد؟ ماريا اند هير براذر واخوها اهو الضمير ده قال لك زي هما بيستمتعوا وبياكلوا ايس كريم وطازج وفاكهه طازجه. تعالى يلا نختار الإجابات الصحيحة. I always not out at my family's workshop. أنا إيه؟ I always دائما بساعد عيلتي في المحل بتاع العمل. We would like to إحنا بنود إيه؟ at a community garden في الحديقة المجتمعية to help them plant trees. بيساعدهم في زراعة الأشجار. إحنا volunteer بنتطوع في الحديقة المجتمعية. Yara was amazed هي مذهولة. To have a birthday present من الهدية اللي خدتها from her friend من صدقة. It's important من المهم to take things انك تاخد الاشياء step by step. يعني step by step يعني خطوة بخطوة to achieve your goals عشان تحقق اهدافك. صفحة 51 يا ولاد في كتاب الجامع. Grandma made a نقط صنعت ايه يا ولاد cake for my birthday للعيد ميلاد بتاعي طبعا special كيكة مميزة لعيد ميلادي. The نقط ها helps countries بتساعد ايه all over the world which need help ها United Nations الأمم المتحدة تساعد الدول ها على مستوى العالم اللي محتاجة المساعدة. Can you tell me ممكن تخبرني the نقط for coming late reason سبب لمجيئك المتأخر. The children الأطفال نقط their bikes to the park last weekend دي جملة ماضية يا ولاد واحنا هنختار حاجة في الماضي رود الأطفال ها بيركبوا الدراجات في الحديقة في نهاية العطلة الأسبوعية. هالا نقط feed the birds in the garden she was very afraid of them هي دايما هي بتخاف منهم جدا يبقى عمرها طبعا ما أطعمتهم لأنها بتخاف منهم. زي نقط happy as the club yesterday دي جملة ماضي because it was very crowded زي ايه زي weren't ما كانش سعيد امبارح في النادي لأنه كان مزدحم جدا وخدنا زي weren't ليه لأن في زي. عندي هنا الجمل اللي انتوا شايفينها دي ها نقط often بنسأل عن طبعا كم عدد المرات بهاو often. بعد كده زي didn't طالما عندي didn't يا ولادي يبقى الفعل هيجي فين في المصدر travel ده هتبقى travel. جانا hard ever لا هتبقى hardly ever نادرا played in the street لما بتلعب في الشارع. سام sometimes احيانا سام احيانا يبقى reads ها books هتبقى ريدي يا ولاد طبعا لان دي جمله ايه جمله ماضي. كتبت لكم طبعا الباراجراف ده بيتكلم عن يور لاست فاكيشن اجازتك الصيفيه اللي فاتت
بنسيب مسافة في الأول، بنبدأ بحرف كابيتال، بنقول إيه هنا؟ last summer الأجازة اللي فاتت، أسماء وأنت ذهبت on a vacation في في طبعا في أجازة to the beach للشاطئ with her family مع عائلتها. they stayed in a small house هما مكثوا إيه؟ في بيت صغير near the sea بالقرب من البحر. every morning كل صباح أسماء and their brother وأختها have played in the sand بيلعبوا في الرمال and swam وبيعوموا in the water في المية. زي بيلد بيبنوا big sand castles قلاع كتير and collected وبيجمعوا colorful shells القواقع. in the afternoons في اوقات الظهيره زي enjoyed بيستمتعوا بالايس كريم and fresh fruit والفاكهه ايه الطازجه. one day في يوم من الايام زي went to on a boat trip ذهبوا لرحله ايه بالقارب and saw dolphins وشافوا الدلافين. اسماء was very excited مستمتعه جدا and took many pictures وخدت كثير من الصور. in the evenings في المساء they walked along the beach and watched the sunset شافوا ايه مشوا على الشاطئ كده وشافوا الغروب. اسماء loved their summer بتحب summer vacation اجازه الصيفيه because she had a lot of fun لانها في كثير من المتعه and spent وقضت time with her family مع عائلتها. she hopes هي بتتمنى to go back to the beach انها تروح للشاطئ تاني next summer. ده بالنسبه يا اولاد لايه للباراجراف ده. عندي هنا بابل شيت اكسرسايز، تعالى بقى نشوف بيقول ايه. كومبليت ذا فولوينج دايلوج، هنكمل الايه الدايلوج اللي جاي ده، بس طبعا عندي عباره عن اختياري، تعالى نختار على طول. سلمى بتكلم رنا فبتقول لها طبعا رنا ترافلد سافرت تو يو اس اي ان ذا سمر فاكيشن في الاجازه الصيفيه. سلمى قالت لها اي didn't see you in the summer vacation، انا لا استطيع ان انا اراكي في الاجازه الصيفيه. رنا ردت عليها وقالت لها اي ترافلد last summer، انا سافرت ايه الاجازه اللي فاتت. قالت لها واو، قامت سالها سؤال بقى، قامت رنا قالت لها اي ترافلد تو ذا يو اس اي، بقى قالت لها انت سافرت فين؟ سافرت فين يعني اين؟ وير ديد يو ترافل، انت سافرت فين؟ لا انا سافرت لليو اس اي. قامت سلمى ردت عليها قالت لها جريت، هاو لونج ديد يو ستي ذير، يعني مكست قد ايه هناك؟ قالت لها وي ستيت فور ا مانث، مكست لمده شهر. وقامت سالها سؤال، قامت لها اي ونت تو الكسندريا، فهي عايزه تقول لها ماذا عنك؟ يعني انت عملتي ايه؟ هاو اباوت وات اباوت يو؟ وات اباوت يو؟ يعني ماذا عنك؟ انت بقى رحت فين؟ قالت لها انا رحت الاسكندريه. قامت سالها سؤال قالت لها اي سوام ان ذا سي، انا بعوم في البحر. اي ام هابي تو سي يو اجين، ومبسوطه ان انا شفتك ايه مره اخرى. قالت لها طبعا ويتش اكتيفيتيز، ايه هي الانشطه؟ ديد يو ها دو ذير اللي بتعملها هناك؟ قالت لها والله بعوم في البحر وايه مبسوطه ان انا شفتك. هنا قالت جمله قالت لها اي ام هابي تو، يبقى هي قالت لها ايه؟ ثانك يو شكرا. قالت لها اي ام هابي تو، انا سعيده ايضا. هنصلح اللي ما بين الاقواس بس عن طريق الاختيار. تعالوا نشوف we usually played، هو عاده بيلعب فيديو جيمز during the day اثناء اليوم. we always هو دائما played in the evening بيلعب في المساء، يبقى هنا هتبقى never، هو دايما هو ما بيلعبش في اثناء اليوم خالص، هو بيلعب بس في المساء. he didn't طالما عندي didn't يبقى cleaned، دي هتبقى في المصدر يبقى الفعل clean بدون اضافات. however ولا هتبقى often بنسال عنها عن ايه؟ كم عدد المرات اللي انت شاهدت فات الفيديوز last vacation. when where زي انا عندي زي تمام finish their homework last night، ودي جملة ماضي هتبقى ايه يا ولاد؟ did. they staying at a hotel I when they were in مرسى مطروح، طبعا تبقى stayed لان دي جملة ماضي. بكده يا سنة أولى خلصنا الحل على الوحدة الأولى كاملة التمرينات بتاعتها، وطبعا شرحنا كل الدروس الخاصة بالوحدة الأولى كلهم موجودين في قائمة تشغيل الصف الأول إعدادي 2025 ترم أول، هسيب لك تحت في الوصف، هسيب لك إزاي تكتب إيميل وإزاي تكتب باراجراف، فيديوين مهمين جدا، هسيب لك صفحة الفيسبوك. اللي لسه ما اشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حالا وفعل زر الجرس دلوقتي عشان يوصل له كل جديد. شارك الفيديو مع أصدقائك عشان هم كمان يستفيدوا، دعمنا بلايك. بتمنى لكم التوفيق جميعا يا سنة أولى، كانت معكم أستاذ ياسر.